بالولايات المتحدة الأمريكية، مجتمع الأعراق المتعددة والثقافات المتنوعة، يعيش أكثر من 100,000 مغاربي بصورة قانونية حسب إحصائيات غير رسمية. وبعد أحداث 11 من سبتمبر من سنة 2001، وبعد تزايد حملة التجديدات الأمنية، أصبحت حياة هؤلاء أسوة بباقي الجاليات العربية والإسلامية، عرضة للملاحقة والمتابعة والتحقيق. لما يكون الفرد يأتي من تلك الدول أو حامل الجنسية لتلك الدول ولو أتى من دولة أخرى، إذن هنا الضابط في الحدود يتعامل معه وقانونيا، نعم. يعني هذا الكونغرس نعم. يتعامل معه بهايست سكروتني، بمعيار أعلى. الجاليات المغاربية، ورغم الخلافات السياسية التي تعيشها بلدان المغرب العربي الكبير، واصلت حياتها بكل شرائحها من عمال وطلبة وإعلاميين ومثقفين وفنانين، منضوية تحت لواء جمعيات ونواد تعنى بكافة شؤون حياة المهاجرين لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع الجديد وتلبية احتياجاتهم اليومية. اللي تنقوم به هي التوعية بصفة عامة، وبالخصوص التوعية المهاجرين الجدد اللي هما تيقبلوا على الولايات المتحدة بطريقة القرعة أو بعدد الطرق التي وصلوا بها الولايات المتحدة. وانعكاسا لواقع الانفتاح السياسي الذي تشهده بلدانها الأصلية، تطورت مؤسسات المجتمع المدني المغاربي الأمريكي الفتية، وتأقلمت جالياتها المهاجرة مع أصول الحياة الديمقراطية ضمن مجتمع أمريكي تحكمه قوانين حرية الرأي والتعبير. ورغبة منها في إيجاد موقع قدم بين باقي الأعراق والتكتلات السياسية والثقافية، اختار أبناء المغرب العربي التجانس والتلاقي تحت سقف وطن المهجر، ولسان حالها يقول: كلنا مغاربيون فلا فرق بيننا. محمد سعيد الوافي، واشنطن.